المسألة أمريكية جنوبية تذهب إلى إيد ميلسون إلى رونالدينيو. رونالدينيو يسقط رونالدينيو، هناك خطأ ولكن رونالدينيو رد الفاعل، رونالدينيو رد الفاعل ومناوشة، مناوشة كبرى ورونالدينيو رد الفاعل. أعتقد هذا ما جعل الأمور تسوء، ولكن قد يكون هناك قرار من الحكم ألفونسو بيريز بوريل، هذا الحكم الذي أسند 106 انذارات قبل هذه المباراة في 16 مباراة أدارها هذا الموسم. هذا بويول، وبويول من موقفه يظهر أن هناك خشية على رونالدينيو في هذه اللقطة الأخيرة. حكم المباراة ألفونسو بيريز بوريل. أحبتي الكرام، وطرد هنا ضد اللاعب رونالدينيو. رونالدينيو يرد الفعل، نعم يرد الفعل والطرد، والقرار الذي قد يغير وجه الليغا تماما قد يكون مؤثرا. لاحظوا لابورتا، هذا هو رونالدينيو، النتيجة هدف للا شيء، ولكن هذا القرار لا يسعد أبدا لا جماهير برشلونة ولا كذلك محبي كرة القدم الذين يريدون أن يستمتعوا بما يقدمه هذا النجم الكبير. وردة الفعل من رونالدينيو على مدافع فريق خطافي هي التي جعلت رونالدينيو يخسر كل شيء، وبرشلونة كذلك قد يتأثر لذلك في الجولات الماضية. هنا احتجاج كبير من جماهير الكامب نو، ولكن الحكم بيريز بوريل كان قريبا جدا من العملية. هذه اللقطة هناك تدخل قوي وهناك خطأ لرونالدينيو، هنا ليس ثمة شك في ذلك، والخطأ ضد اللاعب بيلينجر، لكن ردة الفعل هي التي جعلت الأمور تنقلب على رونالدينيو وينقلب السحر على الساحر. ردة الفعل هذه أحبتي الكرام هي التي كانت وخيمة على رونالدينيو وعلى برشلونة، وبالتالي الكارت الأحمر للنجم البرازيلي الكبير الذي يخرج الآن، سجل هدف المباراة الوحيد حتى الآن ويخرج هنا في الدقيقة 41. لا شك أن رونالدينيو كما نلاحظ في لحظة صعبة جدا الآن، لحظة صعبة جدا على رونالدينيو، على برشلونة، على جماهير برشلونة النجم الكبير، وربما فريق برشلونة سيلعب الجولات المتبقية الآن القليلة في عمر الدوري الإسباني والهامة والمؤثرة جدا سيلعبها بلا رونالدينيو في انتظار قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم إثر التقرير الذي سيرفعه هذا الحكم ألفونسو بيريز بوريل. لاحظوا الأسف الكبير والحسرة الكبيرة للنجم البرازيلي، حتى أن ريكارد يصاحبه ويرافقه إلى غرفة الملابس.